مسار الموسيقى، وأنا في ثالث متوسط وفزت بجائزة المركز الثاني. بس ما هي طبعاً درامر. قدمت في المسابقة ودخلت فيها، والحمد لله بارك لها اليوم إنها فازت بالمركز الثاني على المستوى المتوسط. بس ما كيف بدأت؟ كانت هي بتتابع بعض مقاطع الدرمز على اليوتيوب، فدخلت أحد المعاهد يعني المتخصصة في تعليم الموسيقى، وخلصت المستوى الأول ثم المستوى الثاني ثم الثالث، وبعد كده خلاص يعني بدأت ما شاء الله يعني تلعب بشكل كويس جدا، فصارت مستمرة على العزف. الين قبل فترة زوجتي قالت لي إنه في المسابقة هذه، فقلت لها قدمي، وقدمت فعلا. بصراحة أنا وزوجتي دعمناها كثير، فهي تحمست في البداية، تردد استحت خجلت، طيب قلت لها جربي ما حتحصل شيء، والحمد لله مش الحال بعد كده، وفعلا عدت التصفيات الأولى ودخلت منها ودخلت المعسكر. بصراحة ما توقعت المعسكر بالشكل اللي شفته. خلال 10 أيام زرتها كذا مرة، كانت زوجتي مقيمة معاها. الترتيب بأمانة، اهتمامهم ما شاء الله الجميع، الأخوان جميعا كانوا مبتسمين، فكان يعني الموضوع جميل جدا. طبعا أنا مرة فخورة بنفسي إني أخذت المركز الأول في المملكة، وأبغى أرجع وأرفع راس تبوك كلهم. والدة الطالبة سينات الصباح بائعة الورقة طبعا اللي فازت فيها، ما أدري أكلمكم عن موهبتها بالنسبة للمسرح. طبعا اكتشفناها من هي صغيرة، طبعا بعمر خامس ابتدائي تقريبا، لما صارت تقلد خوالها تقلد عمامها تقلدني أنا، فعرفت إنه عندها شيء، فحاولت إني أنمي هذا الشيء. للحمد لله ما قدرت أوصلها وأحقق حلمها في هذه المسابقة، وقبل كذا حقق حلمها في مسابقة MBC أكاديمي الحمد لله، وأخذت المركز الأول بعد قبل سنتين.